بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله اشرح لكم عن بوتاجازات اللي هي التكنو جاز. طبعا تكنو جاز ماركه مشهوره من زمان ومعروفه، الجوده بتاعتها بتبقى حاجه محترمه جدا. عدلوا فيها بوتاجازات كتير ونزلوا منها حاجات بامكانيات عاليه والسعر بتاعها بيكون متهاود. اول حاجه هنشرحها لكم هنا، ده البوتاجاز اللي قدامنا، ده اللي هو التكنو جاز 90 سنتي. المقاس بتاعه 60 في 90، حمالات ظهر، شعل ذاتي، لمبة شواية، شاشة ديجيتال. الإزاز بتاعه بيكون إزاز مراية زي ما حضراتكم شايفين. البوتاجاز دوت حاجة محترمة جدا، السعر بتاعه بيكون سعر متناول، بيعمل 4350. هشرح لكم الإمكانيات بتاعته والمواصفات بتاعته والضمان بتاعه. أول حاجة عندنا هنا، البوتاجاز بيكون حمالات ظهر بالكامل زي ما حضراتكم شايفين، دوت بيكون حمالات ظهر بالكامل. عندنا هنا العيون بتاعته اللي هي بتكون نظام الغرف وبيكون اشعال ذاتي، نازل بكل الامكانيات بتاعت البوتاجازات اللي هي الامان الكامل، بس ما بيكونش فيه امان، دوت بيكون بدون امان، بس بيكون حمالات ظهر، اشعال ذاتي، لمبة شواية زي ما قلنا في اول الفيديو. بيكون عندنا هنا 5 عيون، طبعا العين اللي هي الصغيرة خالص، والعينين الوسط، والعين اللي هي الكبيرة اللي هي بتبقى الدفع بتاعها ثنائي، والعين اللي هي الكبيرة العادية. ده شكل البوتاجاز من فوق زي ما حضراتكم شايفين. خامة الاستانلس بتاعته بتبقى حاجة اسمها استانلس مات، زي الزانوسي اللي هو الكون ماكس، وزي اللي هو الفريش البروفيشنال، من أنضف خامات الاستانلس. ده 5 عيون زي ما حضراتكم شايفين، المقاس بتاعه 60 في 90. ده شكل المفاتيح بتاعته، كل عين بيكون ليها مفتاح، وبيبقى فيه مفتاح للفرن ومفتاح للشواية، بقدر اشغل الاتنين مع بعض في وقت واحد، وباب الفرن مقفول مش مفتوح، ان هو بيكون فيه عازل ما يخليش السخونية تطلع على وش المفاتيح وهما الاتنين شغالين مع بعض. وبرضه بقول حاجة، ان هو ما ينفعش الشواية والفرن يقدروا يشتغل مع بعض اكتر من ربع ساعة، ان هي كده اكتر من ربع ساعة في اي بوتاجاز مهما كان اسمه او الجودة بتاعته بيخلي الازاز يفرقع على طول. اقدر اشغل الاتنين مع بعض بس ما ينفعش اكتر من ربع ساعة. دي طبعا هنا عندنا العينين بتاعت المفاتيح، وده مفتاح اللي هو الشواية، وعندنا هنا مفتاح العين اللي في النص ومفتاح الفرن. طبعا الزراير ديت بتكون بتاعت الاشعال والشواية واللمبة، وزرار المروحة، وزرار المروحة بيبقى يكون منفصل لوحده، بقدر ان انا اشغلها او ما اشغلهاش. في بوتاجازات كتير من موديلات زي فريش او زانوسي مروحة وبتشتغل مع الفرن على طول اوتوماتيك. عندنا هنا دي الشاشة الديجيتال بتاعتنا، دي بيكون بظبط بيها تايمر للفرن، اقدر احدد منها ربع ساعة، 10 دقايق، ساعة، زي ما حضرتك تحب. ان هو بعد الوقت دوت بيديك زي جهاز انذار ان انت سبت الحاجة ديت بقالها ربع ساعة. وعندنا هنا الشاشة الديجيتال بتاعته بتكون حاجة اسمها ديجيتال تاتش، مش اللي هي نظام الزراير دي، النظام بتاعها بيكون تاتش. ده المقبض بتاع الفرن، بتاع فرن البوتاجاز، ده بيكون استانلس كامل، الموبايل بتاعها بيكون استانلس مش معدن. نبدا نفتح البوتاجاز كده ونبص عليه من جوه. ده شكل البوتاجاز من جوه. طبعا ده هنا عندنا اللي هو العازل، ان انا لو شغلت الشوايه والفرن مع بعض وباب الفرن مقفول ما يخليش السخونيه تطلع على المفاتيح. بيكون ليه مجره زي ما حضراتكم شايفين اهوت، دي المجره بتاعته. مثل البوتاجاز دوت ان انا عندي اقدر اركب دول في قلب الباب ويخلي الصينيه بتاعتي تطلع وتخرج مع باب الفرن وهو مقفول. ده هنا هوت شكل الفرن من جوه، ودي شكل الشوايه، دي الصينيه بتاعته او الصاجه بتاعته بمعنى اصح، ان انا لما اجي اعمل الشوايه او اشغل الفراخ بتاعت الشوايه دي بحطها من تحت عشان الزيوت والحاجه ما تقعش على العين من تحت، تقع على الصينيه ديت عشان ما بهدلش البوتاجاز. طبعا البوتاجاز ده بيكون الضمان بتاعه 5 سنين، شامل المنتج كله. بوتاجازات تكنو جاز من الحاجات المحترمة جدا، الامكانيات بتاعتها بتكون عالية جدا. عندنا هنا دي الحافظة بتاعت الفرن زي ما حضراتكم شايفين، البوتاجاز كده كده بيكون عالي عن الارض، وبرده بيكون في رجول بتعليه عن الارض، علو زيادة عن اللي هو فيه، يعني هو البوتاجاز كده كده عالي عن الارض. زي ما قلنا الضمان بتاعه 5 سنين، شامل المنتج كله. البوتاجاز ده سعره 4350، امكانياته حلوه وحاجه نظيفه جدا، ما جالناش منه شكوى قبل كده. تكنو جاز من الشركات القديمه واللي معروفه في السوق. لو في اي استفسار او اي حاجه عنه ممكن تسيبها لنا في تعليقات الفيديو واحنا هنرد عليك، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير عشان يوصل لك كل جديد. شكرا.